اجتماعيا يناشد الشاب مديا من ولاية المسيلة من ذوي القلوب الرحيمة مساعدته للعلاج من مرض أقعده منذ 3 سنوات. فاروق خضراوي ونجم بوكارش يفصلان أكثر. بومديان صاحب 34 عاما، شاب من ولاية المسيلة ابتلى بمرض خطير أقعده الفراش منذ 3 سنوات، وضعيته الصحية اليوم تزداد من سوء لأسوأ. أنا راني أخوكم بالدعاوي بالشي اللي كاين، أهلا وسهلا. أنا متوجه إن شاء الله لفرنسا إن شاء الله باه نعالج هذا المشكل اللي راه عندي. نطلب ربي يشفيه، نطلب ربي يشفيه إن شاء الله، نطلب الناس اللي فيهم الخير وفيهم الهداك يأمنوه. نطلب في أمة محمد يعاونوا خيهم، اللي قادر يعاون يعاون، واللي مش قادر دعوة الخير ثاني راه يتنجموا لها حتى من القبر. بومديان الذي يعد بمثابة رمز الإنسانية، كيف لا وهو الذي يخدمها رفقة أبيه ضمن صفوف الحماية المدنية، هو اليوم يستسلم لألام السقم الذي افتك به ودمر له طموحاته. هذا صديقنا بومديان الذي قضى الله قدره، مريض منذ حوالي 3 سنوات، هو زميل كان في يوم من الأيام يعمل معنا على مستوى مديرية الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمسيلة، وكان يقدم يد العون للمواطنين بالشيء اللي يقدر عليه، والآن هذا صديقنا أصيب بمرض عضال، ونتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل. بوالد يبكي حرقة وأم جفت عيناها من الدموع عن معاناة فلذة كبدها وزملائه في المهنة الذين لم يبخلوه بشيء، فهل من معين لذوي القلوب الرحيمة؟ إذا نتمنى الشفاء للشاب بومديان. نمر لشأنية تنموي، حيث قرر مجموعة من المقاولين في ولاية باتنا التطوع لإنجاز عدد من المشاريع العمومية بالمجان في تويزة مقاولاتية لمواجهة شح الموارد المالية. سعيد حريقي يفصل أكثر. بداية التويزة المقاولاتية كانت بالشروع في إنجاز هذا الطريق عند مدخل مدينة حملة لإزاحة واحدة من النقاط المرورية السوداء التي عانى منها سكان عاصمة الولاية باتنا سنوات طويلة. احنا رانا هنا في تنمية الولاية، في تنمية هذه ولايتنا وهذه الجزائر، وان شاء الله احنا رانا في كل استعداد اي مشاريع هذه وحده اخرى. سميوه بتويزة هنا عندنا، هذا عمل بكري عندنا جدودنا وابانا كانوا يقوموا به، احنا حاولنا رجعوه في اطار المناسبة هذه ان شاء الله نديروا عملية تويزة. التويزة المقاولاتية بدأت بفكرة سرعان ما تبناها عدد من المقاولين الذين قرروا إنجاز جملة من المشاريع العمومية بالمجان وسط استحسان كبير للمواطنين. دينا بهذه المبادرة وتعتبر مبادرة طيبة إن شاء الله في المستقبل وتتعمم على مستوى الجزائر إن شاء الله. يعني مبادرة طيبة على كل حال، يعني اتفقوا عليها وتلموا المقاولين وداروا تطوع. هي إذن تويزة الأجداد في شكل مقاولاتي حديث.